حد ممكن يسأل نفسه سؤال، هو إيه الهدف من منتخب مصر؟ يعني هل في حد ممكن يقول إنه هدفنا دايماً إن إحنا نحقق لقب أمم أفريقيا أو إن إحنا نوصل باستمرار لكأس العالم؟ هل ده هدف ممكن يتفق عليه؟ بالتأكيد لا. لكن في النهاية إحنا عايزين نشوف منتخب مصر بالشكل اللي يليق بتاريخ مصر. إحنا جمهور اتعودنا دايماً على زي ما جمهور الأهلي دايماً بيتعود على البطولة، وده مش معناه على الإطلاق إنه كل بطولة يلعبها النادي الأهلي إن هو يكسبها. مفيش حاجة بتحصل كده في الدنيا، بالذات في كرة القدم. في رياضات تانية أقول لك مسبقاً مين الدولة، مين النادي، مين الاسم البطل اللي هيفوز بالبطولة من قبل ما تتلعب، لأن فيها حسابات كتيرة جداً تقدر تقول عليها منطقية أو طبيعية، لكن كرة القدم أبداً. بص على ريال مدريد السنة دي في دوري الأبطال، محدش كان متوقع إنه يوصل أساس المباراة النهائية، وقد توج على حساب مين؟ السيتي، ليفربول، بي اس جي، تشيلسي حامل اللقب. فكره القدم ما فيهاش حسابات منطقيه، ومش ممكن تطلب من جهاز فني انه يضمن لك تحقيق بطوله، مش ممكن، مفيش حد في العالم قادر على انه يعمل ده في رياضه كره القدم. لكن عدم رضا المصريين في المقام الاول والاخير طول السنين اللي فاتت 12 سنه وتحديدا من بعد مرحله ثلاث بطولات افريقيا على التوالي، من بعد 2010 جيل الكابتن حسن شحاته والجيل العظيم اللي خلق جزء كبير جدا من جماهير الكرة في مصر، ابتدت تشوف وتتابع كرة وهي شايفة الأهلي بيتوج على مستوى القارة سنة بعد سنة، ومنتخب مصر بيتوج بطل للقارة في كل بطولة. فبالتالي ما تقدرش تلوم الناس دي على ان هم اتعودوا ان يشوفوا فرقهم، انديتهم، منتخباتهم دايما على منصات التتويج. ثم اخفاق لا متناهي، اخفاق مرة ورا مرة كاس عالم ورا أمم أفريقيا. احنا في سنوات ما كناش بنوصل أساسا لبطولة أمم أفريقيا. حد فكر في حلول طويلة المدى؟ أنا بعتقد الحقيقة إن الجزء الكبير جدا متعلق بإصلاح المسار مرتبط بالمنظومة ككل، لكن هتحاول إنك أنت تعالج جزء من المشكلة، ما أعتقدش إن ده هيأتي بثماره أو هيحقق النتائج اللي الناس مستنياها. والجمهور المصري فاض بالكيل، الناس خلاص زهقت. لعبة التبديل والتوافيق، لعبة انك تلعبهم اجنبي وبعدين مصري، تمشي تجيب لجنة. حد سأل نفسه الناس اللي افسدت على الاقل اداريا، مش هقول ماليا، هل تم محاسبتها؟ هل حصل انه في الفضائح الاخيرة اللي تم الاعلان عنها سمعناها وشفناها ومصر كلها اتكلمت فيها، حد جاب حد كان في موقع المسؤولية واستغل مكانه ده لتحقيق مصلحته او مصلحة نادي هو بينتمي ليه؟ هل تتوقع انه حاله العجز الموجوده، هل تتوقع انه حاله الفساد الموجوده تساهم في انه يبقى في بيئه جيده يخرج منها ابطال منتخبات كانوا منتخب اول او منتخب ناشئين او انديه باستثناء الاهلي؟ ومش بقول ده والله عشان انا بتكلم على شاشه النادي الاهلي، لكن هو النادي الاهلي يغرد منفردا، يعني بيحاول يخرج بره المنظومه دي للاسف الشديد جدا، مش عايز اقول الفاسده، وبيحاول الحقيقه يمشي ويكافح، وهو ناجح في ده بحد كبير. والحقيقه يمكن انه في الاوقات اللي الاهلي بيكون فيها كويس بتكون دايما يعني الى حد ما شكل منتخبنا كويس.